اهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين قناه الصحه والجمال، وكل متابعين ومشاهدين برنامج بنحلم نعيش. وحشتوني. قبل ما ادخل في الموضوع وقبل ما ارحب بضيفي واشوف حلقتي واكلمكم في الموضوع اللي احنا فتحنا ملفه قبل كده، احب اوجه شكر كبير جدا لاهل البحيره، اهل وناسي وبلدي وجريده اخبار البحيره. جريده اخبار البحيره مش عايزه اقول لكم ان الجريده دي بقالها سنين قوي موجوده في البحيره وليها سابق كبير جدا 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 على مدار السنين اللي فاتت، وليها خبره كبيره جدا وتقريبا بتتكلم في كل حاجه في كل المواضيع التي تخص البحيره. شكرا جريده البحيره، شكرا استاذ كمال نعمه الله على التكريم وحسن الاستضافة وحسن التكريم. متشكرة جدا 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 لسيادتكم لاختصاصي واختياري بإيه أفضل شخصية عامة لـ2020. تاني حاجة عايزة أشكر أهلي وناسي في الصعيد، الناس اللي أنا بحبهم جدا والناس اللي أنا فخورة جدا إن أنا كنت في وسطهم من أيام قليلة، من 10 أيام أو أقل. بشكركم جدا على حسن استضافتكم ومحبتكم وتكريمكم ليا واختياري افضل شخصيه لعام 2020 لمجال الخدمي والعمل العام. بشكر اهلي وناسي بقى في جمهوريه مصر العربيه كلها، وبتمنى لكم عام سعيد، وبتمنى لكم دايما الشفاء والمحافظه الاول وفي الاخر على الكورونا. ارجوكم حافظوا على نفسكم، ان شاء الله يكون عام سعيد علينا خالي من كل الامراض. نبتدي حلقتنا النهارده بضيفي المهندس عبد العزيز رفعت بدر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. صاحب شركه ورئيس مجلس اداره شركه البدر للاستيراد والتصدير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. شرفت بحضرتك يا فندم. الشرف لينا، نورتنا النهارده في استوديو ونحن بنعيش واستوديو الصحه وجمال. زي ما قلنا ان احنا هنتابع حلقاتنا اللي احنا دايما بنتكلم عليها باستفاضه، وهي المشاكل التي تواجه العمل العام بشكل او المجتمع بشكل عام. المشكله ان احنا فتحنا الملف بتاعها اخر حلقه كنا فيها، هي مشكله العقوبات التي تواجه المصدرين في مصر. في مشاكل يا باشمهندس بتقابل المصدرين وحضرتك من ضمن المصدرين في مصر. ايه المشاكل التي تواجه حضرتك والعقوبات التي تواجه حضرتك في مصر؟ انتوا كشركات تصدير حضرتك بتختص بحاجه معينه، وانا عرفت ان الشركه تقريبا مختصين بالبطاطس الايام دي. اكيد تمام. البطاطس للاسف السنه دي كان فيها ازمه كبيره جدا. تمام. طيب الازمه اللي انتوا تعرضتوا لها السنه دي ان البطاطس توصل بنص جنيه على ارضها. تمام. يعني احنا يا ريت المخرج يجيب لنا صور البطاطس على الارض، قد ايه الزرعه حلوه وقد ايه الانتاج حلو وقد ايه الدنيا تمام وربنا كرمنا بحاجات كتير، لكن للاسف وصلت لنص جنيه على ارضها، وده هيسبب مشاكل كبيره جدا للفلاح. تمام. هل فعلا اذى الموضوع ده الفلاح؟ فعلا الفلاح. حضرتك اولا بشكر اداره البرنامج على التشريف لي هنا، وبشكر حضرتك تشريفنا هنا. وببدا الحلقه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. حضرتك الفلاح بقاله دلوقتي سنتين بيعاني من مشاكل كتير، بيعاني من ارتفاع في الأسعار بالنسبة للمبيدات. بالنسبة للمبيدات، في مبيدات تحت السلم دي عادي، في مبيدات شركات، الشركات الكبيرة مبيداتها غالية، التكلفة على الفلاح غالية. البطاطس عشان الفدان يتكلف بطاطس بس زراعات بيتكلف 60,000 70,000 مع المصدر. طب معلش عايزه بس اقف هنا عند حاجه معينه. تمام تمام. حته مبيدات تحت السلم. تمام. مبيدات تحت السلم ازاي؟ بمعنى يعني ويتم اكتشافها ازاي؟ بمعنى حضرتك بمعنى حضرتك ان دلوقتي في مثلا بوتاس سوليفيرت، بوتاس كذا، بوتاس كذا، منتج كذا او منتج كذا. المنتج ده منتج معروف. تمام. شركه ايفر جرو مثلا في السدايات، شركات الكاميرا، شركات دي البوتاس العالي. طيب عايزين بقى بالنسبه للمستورد حاجه. تمام. او رساله هنا او كلمه للفلاح. تمام. النهارده انت ما تسترخصش وتقول انا هاخد حاجه رخيصه وحاجه غاليه،
هتضيع زرعتك وهتضيع شغلك كله لمجرد ان انت بتبص ايه السعر الاقل وايه السعر الكتير. تمام. فدايما تتجه ناحيه الشركات المعلومه اللي هي معلومه الثقه والمصدر، حتى لا تقعوا في هذه المحنه اللي هي ان انت تقع في حته ان انت تاخد مبيد للاسف تحت بير السلم زي ما حضرتك بتقول. تمام. فالنهايه هيكون زرعتك اللي انت زرعتها وتعبت عليها وكلفتها باظت او انتهت بالخساره بسبب ان انت فكرت في ان انت تاخد حاجه بسعر اقل او ارخص. تمام حضرتك. الفلاح بيعاني مش بطاطس بس حضرتك. لا احنا بنتكلم هنا مش عن البطاطس، احنا هنا بنتكلم بنناشد الفلاح بصفه عامه، في اي مبيدات انت بتجيبها ما تحاولش تبص للسعر الرخيص وحاجه مش معلومه. تمام تمام حضرتك. طيب دلوقتي احنا لما قلنا البطاطس بالفعل وصلت الرقم اللي احنا بنسمعه لنص جنيه على ارضها. اوكي حضرتك، دي بطاطس سوق. في فرق ما بين بطاطس سوق محلي وبطاطس تصدير. بطاطس تصنيع حضرتك، احنا شغالين تصنيع حاليا. تصنيع عباره عن بطاطس اسمها ليدي روزيتا. تمام. وليدي وكروز. صنف الكروز بتاع الاستاذ سمير النجار، ليدي روزيتا بتاعت الاستاذ الدكتور الاستاذ محمد الدمياطي. تمام تمام. يعني في فرق في انواع البطاطس برضه، يا ريت مخرجنا يجيب لنا انواع البطاطس اللي موجوده هنا على الشاشه. أنواع كتيرة. عايزه اشوف في فرق يعني من الصور اللي معانا دي. طبعًا طبعًا. هل ليها احجام معينه، حجم تمام البطاطس تمام اللي هي المتوسطه او الكبيره تمام او الصغيره؟ ايه هي اللي هي المحلي وايه اللي التصدير؟ اقول لحضرتك ايه المحلي. المحلي في حاجه اسمها صنف اسمه جيلاتيكا مثلا. ده بيزرعه عندنا في النجيله وفي خط الساحل كله. احنا كخط الساحل بنزرع تصنيع طيب عباره الصور موجوده معانا اهي، يعني مثلا البطاطس زي البطاطس دي. بطاطس دي اسبونتا او اسبونتا او بليني. اسبونتا تمام. تمام طيب تمام. دي ارض سمراء حضرتك. الارض السمراء دي بقى بطاطس دي الارض السمراء مشكلتها في حاجه حضرتك يا فندم. الارض السمراء في اصلا العفن البني، مريضه بالعفن البني. المصدر بيرجع للصحراء. تمام. خاليه من العفن البني. يعني زراعه البطاطس هنا في الارض السوداء احسن ولا في الارض الرمله احسن؟ في الارض الصحراء طبعا. في الارض الصحراء. تمام. الارض الرمله اللي هي البيضاء. الرملة. تمام. دي في زراعه البطاطس افضل، ودي بتكون للتصدير. تمام. معظمها بيكون للتصدير. تمام. اسبونتا طيب. بليني النجوله بتاعت زمان بتاعت الاستاذ سمير النجار. حضرتك تصنيع بقى الليد روزيتا والكروز والدايموند كل طب ده. البطاطس اللي هي في الارض السمراء دي معظمها بتطلع فين؟ بتطلع سوق محلي. معظمها محلي. كلها سوق محلي. يعني معظم البطاطس اللي في الارض السمراء. هقول لحضرتك حاجه، انت بتقولي بنص جنيه. في صنف الليد روزيتا ب 3000 جنيه النهارده. 3000 جنيه توصل. طيب التصدير دلوقتي اللي هي الحبايه الكبيره والحبايه اللي هي في الارض الصحراء دي سعرها كام دلوقتي؟ الليد روزيتا الجامب ده زي ما انت شايفه الجامب ده. الجامب ده شغل مصدر. تمام. ده مش شغل فلاح. المصدر بيعبي الجامب مثلا من المزرعه بتاعته، بيأجر في دي الجيش. دي ارض صحراء. دي ارض صحراء دي. دي معظمها بطاطس تصدير. بطاطس تصدير. تمام تمام. تمام. دي مصدرين بيزرع بطاطس تصدير. بيصدر بقى روسيا السنه دي الحمد لله ان شاء رب العالمين فتح خير السنه دي باديه بدري. تمام. روسيا لما بتدخل السوق بدري بيبقى في انتعاشه في السوق. فانا ان شاء الله متوقع اسبوع 10 ايام البطاطس اللي انت بتقول عليها حضرتك دي في الصحراء هتوصل ان شاء الله 2 جنيه و3 جنيه. طيب رغم ان في مشاكل كتير بنعاني منها، يعني في عام 2019 كان التصدير كان كويس جدا. تمام. لكن في عام 2020 الدنيا اليابان كمان فتحت اهي في 2021. تمام. لمجرد ان بقى لنا 25 سنه سوق اليابان كان مقفول. مقفول فعلا. واتفتح، فده هيفتح مجال التصدير أكيد طبعاً اكتر. أكيد طبعاً. لينا. هل مع فتح اسواق جديده للتصدير وكل ده، لكن ما زالت في مشاكل وفي ركود في 2020؟ اصبح الركود اللي موجود بيقل نسبه توريدات مصر اقل من 2019. ليه السبب بقى؟ هقول لحضرتك حاجه. السبب دلوقتي مصر رقم واحد في تصدير البرتقال. يعني الصادرات الواردات المصريه بنسبه 13% تراجعت في 2020. تمام اوكي. السبب. تراجعت بسبب كورونا، وده اقتصاد عالمي كله متراجع بسبب كورونا. يعني ربنا يرفع البلاء على المسلمين اجمعين بسبب كورونا مش بسبب يعني حاجه تانية. يعني السبب الرئيسي هنا طبعا الازمه اللي العالم كله بيقع فيها دلوقتي. تمام. ازمه كورونا. ربنا تمام. ان شاء تمام. الله يحل هذا الوباء عن العالم كله. ان شاء الله حضرتك فخامه يعني. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حضرتك ده والد للجميع. انا ذات نفسي محطتي
باني في ارض مخالفه زراعيه في اول دخله البلد، بس باني لخدمه قريتي وخدمه خط الساحل كله جنب الحاج ابراهيم العمده، بعد بيني وبينه 3 كيلو مرخص محطته برضه وكذا كذا شركه العمده. انا قبليه عشان حضرتك ابدا تراخيص محطتي دفعت 25% من التقنين حضرتك، وبعد كده ده في شهر 8 منتظر لجنه تنزل لي، لحد دلوقتي ما نزلتليش لجنه تفحص اللي انا عملت دفعت 25% وعلى هيئه اللجنه بتدخل المرافق. يعني انت حاليا التراخيص كلها واقفه بقالها فتره، واقفه بقالها فتره حضرتك، الورق بتاعي من 2013 الدوله ككل مش على حضرتك. تمام تمام. واكيد وقوف التراخيص اكيد لاسباب متعدده. تمام حضرتك. ورجوع التراخيص لوقت تاني اكيد. تمام. هيرجع في الوقت المناسب اللي هم شايفين ان هو صالح للصالح العام او المجتمع العام. طيب البطاطس هنا احتلت المركز الثاني بعد الموالح، بعد البرتقال، وخدت تصدير مثلا 679,000 طن بطاطس تم تصديره. أوكي، تمام، بالفعل. تمام. هل المعدل ده لسه مازال موجود في سنه 2020 وسنه 2021؟ انا متفائل خير حضرتك بسنه 21 ان التصدير بدا، هيبدا، لسه مش بدا، هو التصدير نص نص. لو التصدير اشتغل بقى، احنا دلوقتي حلفنا اليمين في انتخابات التشريعيه. تمام. دلوقتي بقى كل واحد يشتغل على الهيئه دي. بالنسبه لحضرتك الهيئه ايه؟ دلوقتي ممكن استجواب لوزير التجاره ليه السوق في ركود، استجواب لوزير الزراعه ليه الفلاح، ليه الفلاح اللي هو اصلا بينشط الحركه الاقتصاديه جوه مصر. طيب بالفعل هي اعلنت وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعيه الى مختلف دول العالم الى اكثر من 4.9 مليون طن لعام 2020. اوكي حضرتك. ده بالفعل ارتفع في 2020. تمام. وبالنسبه لعام 2021 اكيد ارتفاع الصادرات هيكون اكتر. اكيد لفتح طبعا. لفتح اسواق محليه جديده، وشايفه كمان انه في تجديد في المواني بيتم تحديثها الايام اللي احنا موجودين فيها دي، ففي حركه كبيره جدا من تحديث المواني وحركه كبيره جدا من طبعا الناس اللي بتسال ليه كتر الكباري وليه كتر الطرق وليه حاجات كتير. تمام. انت لو بتسال هنا عن تمام تمام حضرتك ان انت تفتح استيراد وتصدير، ما هتفتح ازاي من غير طريق كويس ومن غير مجموعه بنيه تحتيه قويه، بنيه تحتيه قوية. وبنيه اساسيه قويه، قوية جدا، جداً عشان اقتصاد يعلى، عشان اقتصاد يعلى. فلما تيجي تسال هنا وتقول انا الناس دي عماله تبني في كباري ليه، والناس دي بتبني بتعمل في طرق كتير ليه، وسايبين الناس جعانه وسايبين وسايبين، ما انت لو بصيت ودورت عليها هتلاقي المصدر مستفيد، المورد مستفيد، الفلاح اللي بيزرع مستفيد، السوق المحلي مستفيد، المواصلات والنقل اللي بيتم في الطرق دي، الطريق اللي بتوصل له في 5 6 ساعات دلوقتي بتوصل له في ساعتين. ما خلاص اصبحت بتطلع من كوبري لكوبري. تمام. اصبحت بتطلع من طريق سريع او طريق اسكندريه لطريق الصعيد، كل الكباري كلها ملتصقه ببعضها، فاصبح الطريق ما بياخدش. تمام حضرتك. ولا تمام. مساحه فعلا يعني. فعلا دي ملموسه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضرتك. ما فيش اقتصاد قوي الا بنيه تحتيه قويه جدا زي الطرق والكباري اللي الناس بتقعد تقول طرق وكباري ومش لاقيين ناكل ومش لاقيين. لا، ما هو في حضرتك دلوقتي عشان اقتصادي يعلى لازم بنيه تحتيه قويه تربط المدن كلها ببعضها، خط مثلا الصعيد بالقاهره بالبحيره بالغربيه بالمنوفيه، ده خط جديد كمان بيتعمل حضرتك واخد من عمروس منوفيه بيعدي على كوبري زين بحيره. تمام. يوصل للصحراوي. خلاص حتى المحافظات والقرى اصبحت متصله بالطريق الرئيسي وطريق الصحراوي. طيب كمان مصر اصبحت في 2020 بتحتل المركز الاول في تصدير الموالح. تمام. ودي حاجه مشرفه جدا لينا ان احنا ناخد المركز الاول في تصدير الموالح. طبعًا. دي بشرى، يعني بشرى خير طبعا. خير ل 2021. تمام. التصدير هيعلى اكتر واكتر، وفتح ابواب كتير جدا ودول والتعامل مع دول كثيره جدا هيفتح الباب للتصدير اكتر واكتر. فهل النهارده نقدر نتحمل حتة تراجع سعر البطاطس والفراولة والموالح عامة والبرتقال؟ الأسعار كلها اليومين دول في النازل والناس بتعاني جدا. تمام. زي ما أصبحت في 2020 كانت في البداية كان سعرها كويس جدا. تمام. ودلوقتي في محنة، عشان هي محنة على العالم كله، نتقبل إن احنا تمام نشيل ده مع بعض
ونعدي المحنة دي سوا، ولا هيبقى فيها أزمة كبيرة على المصدر والفلاح؟ حضرتك لازم نتقبل لسبب حضرتك دلوقتي ان الفلاح بقى له سنة واثنين وثلاثة بيعاني، تمام، بس دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى، محدش له في ذلك حكم، اللي ربنا عايزه بيكون. دلوقتي المصدر حضرتك بيزرع مساحات كميات، دلوقتي السنة اللي فاتت كان دخل مصر 125 ألف طن مستورد، السنة دي الكمية قليلة، نازلة 90 ألف طن التوتال، 90 ألف طن تمام. لسه لحد دلوقتي في شحن يجي من بره تقاوي تكملة للشحن الأولاني. طيب بالنسبة للتقاوي واللي اتكلمنا فيها قبل كده في الحلقة اللي فاتت، إن فتحوا باب تصدير استيراد البطاطس اللي بتعمل منها التقاوي للزرع الجاي. أنا عرفت إن البطاطس بتتزرع على ثلاث مراحل في السنة. طيب الكترة اللي حصلت فيه اللي احنا استوردنا كمية بطاطس للزرع ويتعمل منها بذور البطاطس للزرع أو زرعتين اللي هيتموا بعد كده، اللي هيتم في شهر 10 تقريبا. تمام حضرتك. وزرع طيب. لا حضرتك أقول لك. ده المستورد اللي بيجي من بره. طيب. الزرع نكلة العنب ما بتزرعش. طب قبل ما تقول لي بقى، عشان انا معايا اتصال مهم من شخصية مهمة جدا على قلبك وعزيزة على قلبك طبعاً جدا طبعاً طبعاً. وهي الحاجة فريدة والدة بشمهندس عبد العزيز. اهلا وسهلا بحضرتك يا حاجة فريدة. حاجة فريدة صوتك مال يا حاجة. ازيك يا حاجة، كل سنة وحضرتك طيبة. اهلا وحضرتك يا بنت، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا امي، نورتينا. دي خالتي دي. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. دي خالتي فيك. خالتي سهير. حضرتك خاله بشمهندس عبد العزيز. ايوه. عرف صوتك اهو، عرف صوتك، عرف يميز صوتك. طبعا خالتي طبعا. عرف يميز صوتك. انتي بس يا امي نورتينا النهارده، وبشمهندس عبد العزيز بيتكلم طبعا عن شركته وعن المشاكل اللي موجوده في ملف التصدير اللي احنا فيها. تحب توجهي له رساله النهارده؟ ملف التصدير؟ لا، تحبي توجهي رساله ليا انا شخصيا. حابه تقولي كلمه الاستاذ؟ ايوه، حابه تقولي كلمه لبشمهندس عبد العزيز؟ ايوه يا حبيبتي. طيب يا امي بنشكرك كتير. لا دعوات ماما عايزه اكلمها. عايزين بس دعوه حلوه كده من الحاجه. من الحاجه فريده. ربنا يوفقه، ربنا يوفقه يا حبيبتي. يا رب العالمين. ربنا معاه يصلح حاله ويوفقه للخير يا رب. اجمل يا دعوه من ست الحبايب. معاك والدته هتدعي له برضه. ماشي يا فندم، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا حاجه؟ دعواتك يا حاجه، دعواتك يا امي، دعواتك. ربنا يسهلك خريق. يا رب العالمين. يا امي ربنا يتقبل دعوتك لينا كلنا يا امي. ربنا يسهلك ويصحح وشك يا رب. يا رب العالمين بنشكرك يا امي. وكل الحلال وكل شر الحرام يا رب. يا رب يا رب العالمين بنشكرك يا حاجه يا رب العالمين. ودعوه مقبوله من حضرتك لبشمهندس عبد العزيز ولكل ابناء مصر وكل الناس اللي بتسمع الحاجه، ربنا يديلها الصحه وطوله العمر هي وكل امهاتنا اللي فيهم الخير والبركه واللي احنا ماشيين دايما بدعواتهم لينا ودعواتهم لينا. بشمهندس عبد العزيز اتفضلي حضرتك. دلوقتي حضرتك من ضمن الشركات اللي موجوده كمصدر. تمام حضرتك. حاليا انت بتصدر بطاطس بس؟ انا حضرتك لسه اجراءات الشركه زي ما انت شايف حضرتك بقول لك. انت واقف حاليا؟ واقف لسبب. لسبب تمام. حضرتك بقول لك في تقنين، انا دافع من شهر 8 تقنين للمحطه بتاعتي. مفيش لجنه نزلت لي لحد الان عشان تشوف اللي انا عامله او الثلاجه او المحطه بتاعتي عشان يشغلني. انت سعيد في ورقك وسعيد ورقي حضرتك في المحافظه من 2013. تمام. محافظه البحيره. طيب خلاص ان شاء الله باذن الله ربنا. انا بناجي سياده الرئيس بس ان هم يدخلونا المرافق، مش عايز غير بس محول عشان اشغل، اهل قريتي، اشغل كذا عامل عندي. تمام. ابقى اخف الضغوط عن الشباب دلوقتي بينحرف من البطاله. طيب ده نداء طبعا للساده المسؤولين. نداء طبعا نداء لوالدي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ووالد الجميع وبنجده، عشان الشباب هو النضوج الكامل للمستقبل مصر اللي جاي. واحنا بنشجع بشمهندس عبد العزيز ان هو بالفعل شاب
من ضمن الشباب اللي هي بتعمل بجدية وعايز يبدأ يفتح مشروعه ومحطته علشان يشغل أهل بلده وناسه. تعالى بلاش سيادة الرئيس والد الجميع إن شاء الله. بس المرافق بس، مش عايز أكتر حاجة من ماشي كده. طيب طبعا الرسالة موجهة وإن شاء الله بيسمعوا لك، وإن شاء الله حضرتك وكل الناس اللي موجودين في نفس المشكلة إن شاء الله تتحل المشكلة ويفتح باب إن شاء الله. إن شاء الله. طيب معانا اتصال أستاذ أشرف، أهلا وسهلا يا أستاذ أشرف. مساء الخير مع الباشا، وكل سنه ومعاليك بخير وطيبين. حاج اشرف وحضرتك سخير. بخير وسعاده يا حاج اشرف، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مع الباشا الله يكرمك. نورتنا يا فندم، نورتنا يا فندم. الله يخليك مع الباشا. احنا النهارده عايزين نناشد. اتفضلي معلش. النهارده ملف التصدير اللي كلكم يعني عارفين قد ايه انه هو ملف كبير وصعب، خاصة في أيام الكورونا اللي احنا فيها، وإن الدنيا كانت واقفة على الجميع ووصلت الأسعار إن هي تتنازل، فأصبحت تضر الفلاح وتضر المصدر. تمام عليك، وبتضر الفلاح بالذات لأن طبعا. مستلزمات الفلاح طبعا. عالية جدا يعني ما عن كل سنة، يعني مثلا سوء الأحوال الجوية السنة دي بالنسبة لزرعة البطاطس بالذات من ندوات. الشبورة باظت، والفراولة كذلك الأمر، الفراولة كذلك الأمر، مجرد إن الندى أول ما بينزل عليها أو الشبورة للأسف بتبوظ. أسعار الشركات، احتكار الشركات للأسعار برضو يعني مزعل الفلاح البسيط اللي زي حالات. تمام. طيب حضرتك كفلاح متضرر، ايه هي تمام. الحاجات اللي انت بتتمناها من وزارة الزراعة وان هي ترأف بينا وبحالة الفلاح، من اجل طبعا العوامل الجوية وعوامل سواء العوامل الجوية او سواء العوامل العامة التي تضرر بها العالم تمام. كله من وباء كورونا، ايه هي تمام. متطلباتك او متطلبات الفلاح بشكل عام؟ متطلباتي كفلاح تخفيض اسعار مستلزمات الفلاحه نفسها، الكيماويات، المبيدات اللي احنا مش عارفين اسعارها عشان ما نلجاش شغل العشوائيات في المبيدات. ايوه عشان ما نلجاش لحته المبيدات اللي تحت السلم. تمام تمام عليك. فالنهارده لما يبقى المبيدات اللي موجوده بالشركات المعتمده والشركات اللي أيوة. موجوده ليها اسمها وما ينفعش اللعب فيها ابدا وفيها عقاب للعب فيها، اللي هم عشمونا بيه يحددون تسعيرة المبيدات اللي هم عشمونا بيه، ان احنا نبقى عارفين ان المستلزم ده بكذا سعره كذا. تمام، توحيد الاسعار للمبيدات تمام. عشان تمام عدم عليك. التلاعب في السوق المصري ما بين شركة والاخرى بان هم بيتلاعبوا بالفلاح بالاسعار، وده بيزود وده بيزود، فبيلجأ الفلاح ان هو يروح لتحت بير السلم والمبيدات الغير معروفة واللي بتؤدي الى استهلاك وفساد زراعته اللي هو كلفها وتعب عليه. طب قول لي، بما ان حضرتك فلاح وبما ان حضرتك عندك ارض، فدان البطاطس بيكلف كام ككل مثلا، تكلفته كام على الفلاح؟ تكلفته كلها حوالي من 30,000 جنيه. 30,000 جنيه ده بالنسبه للفلاح. من 30 ل 35 بالنسبه للفلاح حضرتك. تمام. النهارده عشان ندور على الانتاجيه بتاعته، في الطن بيتباع ب 1000 جنيه معاليك النهارده. تمام، هل الطن ب 1000 جنيه ده؟ 10 طن يعني بجيب 10 طن ب 1000 جنيه. 10,000 جنيه؟ يعني الفلاح بيخسر 20,000 جنيه في في الفدان. في الفدان، في كل فدان. ده غير غير العامل الجوي اللي وصدنا به السنه دي اللي هي الشبوره. يعني خساره قاتله. قاتله طبعا. طيب النهارده احنا زي ما تعودنا الحياه مكسب وخساره. فان شاء الله يا استاذ اشرف كلمتك هتوصل واكيد وصلت، ان احنا نحاول ان احنا نقف جنب الفلاح اللي حصل عليه الضرر الكبير جدا، وان الضرر الكبير اللي وقع عليه بين النهارده بيكلف التكلفه بتاعت الفدان 30,000 بيبيعها ب 10,000 جنيه، فالخساره هنا اكتر من النصف للفدان. انا بشكر حضرتك يا استاذ اشرف كتير، بشكرك جدا يا حاج اشرف، وان شاء الله رب العالمين فان شاء الله باذن الله الدوله تكون سمعت والساده المسؤولين ووزاره الزراعه تكون وصلت بينا الحال ان الفلاح يخسر بالشكل ده، وهو ده اهم شخص عندنا. لو احنا اتكلمنا هنقول ان اهم شخص موجود دلوقتي عندنا، سواء مش هقول المصدر، لا هقول الفلاح. الفلاح ده رقم واحد، رقم واحد موجود هو الفلاح اللي موجود في مصر حاليا، أبونا وأخونا وكل ما تتخيله
في بداية حياتنا هو الفلاح. رقم واحد أيضا اللي أنا مش هو مش موضوع الحلقة خالص، بس النهاردة أنا لازم أتكلم عليه وأشكره وأقول له أنت تاج فوق راسنا كلنا، هو المدرس اللي بيطلعنا كلنا. أكيد طبعا. يعني شكر وتحية خاصة مني ومن برنامج بنحلم نعيش للمدرس، وشكر أيضا للمزارع اللي هو السبب في وجودنا ككل، وسبب في الشركات اللي موجودة، والسبب في حياتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي، سواء المحنة احنا هنعديها ان شاء الله مع بعض في اللي جاي. ان شاء الله ان شاء الله. انا طبعا ملف التصدير ما بينتهيش. أكيد. ولسه قدامنا كتير جدا في اللي جاي، لسه قدامنا ملف كبير جدا، حلقات متواصلة. انا بشكركم كتير، وتابعونا الحلقات كل اربع الساعة 8 مساء، لسه معانا ملف التصدير مفتوح. بنشكرك يا استاذ عبد العزيز، بنشكرك وبنشكر شركه البدر للاستيراد والتصدير. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. اتفضلي.